صباح الخير وبركه، صباح الامل والعمل، صباحكم دايما صباح عن، نكون عم بركه باذن الله. النهارده حلقه جديده من صباح عن هيكون معانا فيها موضوعات مختلفه ومتنوعه، فضلا طبعا عن اهم اخبارنا وتقاريرنا اليوميه المعتاده. هيكون عندنا النهارده موضوع مهم جدا بعد اقرار قانون الصحافه والاعلام الجديد من البرلمان، وهذا القانون دي مره الحقيقه وسط جدل كبير ما بين كان مؤيد ومعارض ليه. تم ايضا خلينا نقول تلافي بعض اعتراضات الصحفيين والجماعه الصحفيه، وتم توجيه الشكر من قبل النقابه للحكومه والبرلمان على الاستجابه لبعض هذه الطلبات، ولكن ما زال هناك ايضا بعض التحفظات. وهنشوف في فقره النهارده ايه اللي بيتيحه قانون الصحافه والاعلام الجديد للاعلاميين والصحفيين ومناخ الاعلام والصحافه في مصر، وايضا بعض التحفظات اللي هنحاول برضه نكون عمليين ودقيقين وموضوعيين في مناقشتنا ليها النهارده. وخليني اصبح على اسماء انديل الاول والوانها الحلوه الجميله دائما. سعد صباحك يا حسام. سعد صباحك يا حسام، ان شاء الله يوم سعيد ويوم الخير والبركه دايما. يوم الجمعه بيجمعنا بحضراتكم. صباح الاخوه والترابط كمان، يعني ما نقدرش نغفل عن اهميه العوده للقاره الافريقيه، اهميه ان احنا نرجع تاني نلم شمل العيله الافريقيه تاني. كتير جدا كانت من المحاولات على مدار السنين اللي فاتت وايضا اخطاء من انظمه حكم سابقه ان هي نطلع من عيلتنا، نطلع من جلدنا، يعني ان احنا ما نبقاش احنا في شمال افريقيا، يعني احنا زي ما بيقولوا كده في مصر الاخ الكبير. فبيحصل ان بين الاخوات يحصل زعل، يحصل مشكله، ولكن في الاخر لازم نرجع نلم الشمل تاني، لان بيننا وبين بعض دايما علاقات وطيده، نفس الحلم، نفس المشكلات ونفس العدو، وعندنا ثرواتنا وحياتنا وعلاقاتنا بيننا وبين بعض وشائج وعلاقات وطيده ما نقدرش ان احنا نتخلى عنها ابدا. من هنا دايما كلنا بنبارك دايما خطوات مصر وخطوات السيد الرئيس في العوده للقاره الافريقيه، ان احنا مهما بتزداد علينا الضغوط والمحاولات فك هذه العلاقات الا ان مصر بيبقى عندها شيء من الثبات الانفعالي دايما كده حسام. ما بنخسرش اصلنا الافريقي، بنفضل طول الوقت كده بننادي عليه. حتى وقت ازمتنا كمان في وقت سد النهضه كانت كتير قوي حاجات بتنادي بان احنا نعمل تدخل عسكري، لا مش هنسمح، ان لا احنا الميه عندنا، احنا هنفتقر، احنا مش هنعرف نزرع. اول كلمه قالها السيد الرئيس من حق الشعوب انها تحلم، واحنا هنكون اول من يساند حلم التطور وتطوير الشعوب وانها تعيش يعني بشكل يليق بالادميه شويه. فطول الوقت احنا في مصر هنا بنبارك ونبقى مبسوطين طبعا بكل علاقات جديده وبكل الافاق الجديده والاسواق الجديده بتفتحها البلد، بس العوده للقاره الافريقيه فيها شيء من الدفء، يعني تحس انت راجع لبيتك وعيلتك وان ده الطبيعي اللي احنا كنا نبقى عليه. بالتاكيد طبعا انت بتقصدي زياره الرئيس للسودان، والزياره دي حقيقه في منتهى الاهميه، مش بس العلاقات ما بين مصر والسودان لكن القارئ في الاحداث الفتره الماضيه يعرف كمان انه في تطورات مهمه جدا بتجري بين اريتريا واثيوبيا. صحيح. كنا مصر دور ايجابي فيها جدا، في تطورات مهمه جدا بتجري في جنوب السودان، والرئيس اعلن عن دعمه لشعب جنوب السودان حتى يتم تحقيق الاستقرار في جنوب السودان. وهذه الامور لا تنفصل عن مكانه وبعد مصر الاقليمي، وتنفصل ايضا عن مصلحه مصر في كثير من القضايا الاقليميه. فهنيئا مصر بالخطوات الثابته في ما يتعلق كمان برجوعنا الافريقي القوي. خلينا نقول صحيح. نبتدي بقى، نبتدي معاكي بقى. عندنا الخبر النهارده اللي صحينا كلنا عليه، وقبل ما يحصل اي شيء من الشائعات الكثيره وقبل ما يحصل الكثير من التحليلات الاستراتيجيه والامنيه والخبراء المفاجئين اللي بيظهروا على السوشيال ميديا، وقبل ما الاعلام المعادي يبتدي يطلع تصريحات قد تضر طبعا بامن مصر وسياحه مصر، كانت المسؤولين ومصر سباقه بالوجود كمسؤولين وبالإعلانات الرسمية من الجهات المختلفة. أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي هبوط طائرة أوكرانية الجنسية طراز أنتونوف 26 اضطراريا إثر حدوث عطل فني بمحركاتها، كانت متجهة من أوكرانيا للسودان، وبدخولها المجال الجوي المصري تم متابعتها إلى أن هبطت اضطراريا على مسافة حوالي 48 ميل من مطار العالمين المدني. وأضاف أنه على الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التي قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقل الطائرة، وعددهم 6 أفراد وجميعهم بحالة صحية جيدة. وتابع أنه جاري استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدني لتحديد أسباب العطل وإصلاحه أيضا.
كمان التصريحات دي جاءت من الفريق يونس المصري وزير الطيران اللي أكد أنه طائرة الشحن الأوكرانية كانت في طريقها لمطار العلمين للتزود بالوقود وحدث عطل فني فيها قبل تقريبا 48 ميل من مطار العلمين، فاضطر القائد للهبوط اضطراريا في منطقة زراعية. وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية أيضا مع زملائنا هنا في نشرة أخبار أون لايف أنه تم عمل فحص طبي شامل لطاقم الطائرة وجميعهم بحالة صحية جيدة. وخلينا نسمع التصريحات من الفريق يونس المصري. طائرة أوكرانية أنتونوف 26 طائرة شحن كانت نازلة العلمين لإعادة التزود بالوقود والديستنيشن بتاعتها بعد كده اللي هو السودان. قبل مطار العلمين ب 48 ميل جنوب العلمين حصل عنده عطل فني فاضطر للهبوط الاضطراري في منطقة زراعية في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية. والحمد لله أبطال المنطقة الشمالية قدروا إن هم يروحوا الطيارة وياخدوا طاقم الطيارة كله. ودلوقتي هم بيعملوا تشيك أب كامل في مستشفى من مستشفيات القوات المسلحة، لكن أنا اطمنت من قائد المنطقة بنفسي إن حالة الطاقم كله حالة جيدة جدا وما فيش أي إصابات بالنسبة له. بيتم على طول بعد نزول اضطراري ان بيتم كل الطاقم بتعمل له تشيك اب طبي كامل بحيث نطمن لمزيد من الاطمئنان يعني. نعم. لكن هم ظاهريا الحمد لله ما فيش اي كسور، ما فيش اي اصابات كبيره. نعم. كلها حاجات بسيطه جدا. ان شاء الله هيتم دفع الاداره المركزيه للحوادث وزاره الطيران المدني لتحليل الحادث بالكامل والوقوف على السبب الفني الحقيقي بالنسبة للحادث. أنا عايز أكد ده يعتبر هبوط اضطراري وليس حادث يعني. هبوط اضطراري إن أنا نزلت بالطيارة في سلام، بس نزلت في مكان غير مخصص ليا خارج المطارات يعني. نؤكد ويؤكد أيضا الفريق يونس المصري وزير الطيران المصري هبوط اضطراري في منطقة زراعية في غير مكان هبوط الطائرات، ده معناه واضح والرسالة واضحة. وطبعا ما نقدرش نغفل ان احنا نشكر طبعا غرفة الاخبار عندنا في قناة اون لايف، وقناة اون لايف كانت الاولى ومن يعني اعلن عن الخبر، وكمان زملائنا لبنى الخولي كمان كانت في الشفت وكانت التغطية شاملة وكاملة علشان ما يحصلش اي شيء من اللغط. البيانات موجودة من جهات مختلفة سواء كان وزير الطيران المصري وأيضا المتحدث العسكري. طيب نروح للخبر كمان اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية وعلاقتنا مع السودان. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أؤكد لكم دعم مصر الكامل لكل الجهود من أجل العمل على أمن واستقرار المنطقة باعتباره جزء أساسي من ثوابتنا. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلماته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة السودانية الخرطوم: أقول لجنوب السودان أننا سنعمل سويا ومع أصدقائنا في المنطقة حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار. وأكد الرئيس السيسي: سنعمل مع السودان على تحقيق المصالح المشتركة. إن ما يربط بين بلدينا من علاقات ووشائج وتاريخ ووحدة في المسار يندر أن يتكرر بين أي دولتين وشعبين على مستوى العالم. نحن لدينا مصير مشترك. أخي العزيز فخامة الرئيس، الإخوة الكرام، أود أن أتقدم إليكم شخصيا وإلى الأشقاء في دولة السودان الشقيق بكل التحية والشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد واضح لدعم علاقات الإخوة بين مصر والسودان، وهو ما تبلور على مستوى لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين، وتجاوز العديد من الصعوبات التي كانت تواجهها، وكذلك الشروع في مشروعات قومية مشتركة في مقدمتها الربط الكهربائي بين البلدين، علاوة على تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم الشعبين الشقيقين. وما زال الطريق أمامنا طويلاً للارتقاء بعلاقات التعاون إلى المستوى المنشود الذي يتطلع إليه شعب البلدين. كما أود أن أعرب أيضا عن التقدير على جهودكم المخلصة لتسوية المنازعات الإقليمية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتي نتطلع إلى أن تتكلل بالنجاح والسداد، لأنها جهود
تعكس رغبة صادقة في تعزيز الاستقرار ورؤية واضحة لحقيقة ثابتة، وهي أن أمن واستقرار وتنمية دول الجوار الإقليمي يعود بالنفع على كل الأطراف. كما أؤكد لكم فخامة الرئيس دعم مصر التام لتلك الجهود واستعدادنا الكامل لمواصلة الإسهامات بكل الإمكانات في تحقيق أهداف السلام والرخاء المنشودة في المنطقة، انطلاقا من الرؤية نفسها، وهي أن أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وعنصر أساسي في ثوابت سياسة مصر الخارجية. طيب للتعقيب بقى هينضم إلينا الأستاذ محمد الجالي، مسؤول ملف الرئاسة في اليوم السابع. يسعد صباحك أستاذ محمد. يسعد صباحك أستاذ أسماء، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا محمد. أكثر الرسائل اللي بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، خصوصا باستخدامه العديد من المفردات التي تحمل ذات المعنى كعلاقات وثيقة، علاقات وطيدة، وشائج، قراءتك لخطاب الرئيس السيسي؟ خلينا نشير أولا إلى يعني إلى طريقة الاستقبال التي قوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قريبته منذ وصولهما إلى مطار الخرطوم، وحتى انتهاء فعاليات الامس بحفل العشاء الذي اقامه الرئيس السوداني عمر البشير تكريم الرئيس السيسي والوفد المرافق له. يمكن القول ان هذه الزياره وهذه البهجه حتى في وجوه الرئيسين والمسؤولين خلال حفل العشاء يؤكد ان كل الامور على ما يرام. من اهم النقاط التي اثيرت خلال المؤتمر الصحفي وخلال المباحثات الأمس يمكن أن نجزها في يعني نقاط سريعة. أولاً اتفاق الرئيسين على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين وأهمية تجاوز الخلافات في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة تاريخية. الرئيس السوداني عمر البشير قال إنه تم التوقيع على اتفاقية لربط الشبكة الكهربائية بين البلدين مصر والسودان، وهذا خبر مهم. طبعا ايضا الرئيس البشير قال انه تتم الان دراسه ربط السكه الحديد لمصر، وهو ما عملت بريطانيا على عدم ربطه بين البلدين من قبل. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال امبارح انه في اطار يعني سياسه الرئيس السيسي، فان زيارته اليوم للسودان تؤكد ان سياسته صارت ثابته وواضحه وللتنسيق بين البلدين في كافة المجالات. عندما يتحدث الرئيس السيسي بهذه الثقة وهذا الأسلوب وهذا التفاؤل، يؤكد أن ثمة أشياء كثيرة من نبذ الخلافات وتجاوز كل العقبات تؤكد على أن البلدين استعاد قوة العلاقات وبزخم كبير. عندما يقول الرئيس السيسي أنه لا أحد يستطيع مهما حاول حصر ما يربط بين البلدين مصر والسودان في كل المجالات، فهو يعني صادق والكلام حقيقي في هذا الامر. فمصر والسودان لا يربطهما نهر النيل فقط، ولكن في حقبه من الزمن كانت مصر والسودان دوله واحده. صحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن الاجواء المحيطه بالمنطقه والصعاب والتحديات التي تواجه المنطقه، تحدث عن الخلافات ونبذ الخلافات بين اثيوبيا واريتريا، ثم أكد على موقف مصر الثابت على تحقيق مصلحة شعب جنوب السودان، وهو ما يؤكد دائما ما نقول ويقول الرئيس السيسي أن مصر تتبنى سياسة شريفة، وهذا ما يؤكد أن مصر هي قلب العالم وهي النبض العالم، وهي التي تؤكد دوما أنها مقر استقرار العالم، فهي لا تبحث عن مصالح على حساب ألقاب دول كما تفعل دول عظمى بدول أخرى، وإنما هو يريد استقرار المنطقة والعالم. بالأمس انتهى برنامج الرئيس السيسي فيما يتعلق باليوم الأول. اليوم سيلتقي بعد قليل قادة الرأي والفكر في السودان، وسيكون حوار ثري، ونحن نعرف أن الشعب السوداني هو شعب مثقف بطبعه ويحمل الكثير من الأفكار المهمة، وسيكون هناك نقاش مهم، و ايضا بعد ذلك سيكون لقاء مع نائب رئيس السودان. ف
صحيح. طيب استاذ محمد، لو احنا عايزين نقول للناس كده باختصار اهميه توطيد علاقتنا مع السودان، وان احنا تهتم الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي بالشعوب المختلفه سواء في جنوب السودان، اثيوبيا، اريتريا، اهميه العوده للقاره الافريقيه. خلينا نقول ان مصر في سنوات سابقه بعدت عن محيطها الافريقي، وبفضل عوامل اخرى زي ما حدث في 25 يناير 2011 وما تبعه من يعني استقواء بعض الدول في القاره الافريقيه لما شهدته مصر من ضعف او ما تعرضت له اليه مصر من احداث سياسيه جدام. يعني ظن البعض ان مصر يعني خلعت عن افريقيا، وانه يمكن لاي دوله في المنطقه او في العالم ان يعني تهدد مصالح مصر، وبالفعل هذا حدث بالفعل. ومصر عندما تبتعد عن محيطها الافريقي وعمقها، هذا عمق استراتيجي بالنسبه لمصر سواء مع دول الاقتصاد او القاره كلها، فبالتالي هناك اطماع وهناك مخاوف من يعني تقليص او تحجيم دور مصر. لكن الرئيس منذ ان جاء، الرئيس السيسي منذ ان جاء الى الحكم وهو يعمل بجد وجهد خلال الاربع سنوات الماضيه على عوده بقوه الى افريقيا. صحيح. شهدنا مصر وهي تعود بقوه الى افريقيا وفي كافه المنابر الافريقيه وحريصه، حتى الرئيس ربما يعني دائما سيقول المسؤولون ربما لم تخرج تصريحات رسميه بهذا الشكل، لكن الخير جنوبا وليس غربا او شمالا، الخير الجنوب. وهذا حقيقي، يعني الرئيس عندما كانت تاتيه زيارات خارجيه كان يفضل افريقيا على اي دوله، ولم يغب عن اي مؤتمرات او فعاليات في القاره الافريقيه الا يعني بسيط جدا لارتباطه ببعض الامور المهمه داخليا او خارجيا او ارتباطه بلقاء مستفيد. فمصر عادت بقوه الى هذا الامر. نحن ونحن نتحدث عن قضيه المياه هناك نادره امل وتفاؤل كبير في ان اثيوبيا لا تريد الاضرار بمصالح مصر، وبالتالي مصر دوله لا تريد الاضرار بمصالح هذه الشعوب وتعمل على ان تطلع هذه الشعوب بتنميه. راينا مصر عضو في مجلس الامن، ثم بعد ذلك رئاستها للاتحاد الافريقي الدوره القادمه ستكون مصر هي الرئيسه. هذا كله يؤكد على تاكيد مصر وتنبيه الاتحاد الافريقي على ضروره ان يكون التمويل من داخله، تمويل الاتحاد الافريقي من داخله، وان تكون هناك يعني موارد بديله للاتحاد الافريقي حتى يكون طالع القرار. هذه فكره مصريه والاتحاد الافريقي يسير الان وراء مصر، واصبح الاتحاد الافريقي وافريقيا الان لها صوت مسموع وليست تابعه لقارات اخرى او لاتحادات اخرى كما كان يحدث في السابق. فمصر مصره على المضي قدما في هذا الامر، ونؤكد على ان يعني استعادة العلاقات مع كافة الدول الإفريقية أمر يعني مهم لمصر، والزيارات المتبادلة بين المسلمين الأفارقة الذين زاروا مصر لو يعني حصرناها في الأربع سنوات الماضية نؤكد أنه إنجاز غير مسبوق للسياسة الخارجية المصرية والقيادة السياسية المصرية. صح. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الجالي، مسؤول ملف الرئاسة باليوم السابع. أتمنى إن شاء الله عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له بكل سلامة إن شاء الله لمصر. طبعا في نفس الاطار، وايضا في خلال قراءتنا لزياره الرئيس السيسي للسودان وابعادها الافريقيه، هيكون معنا كمان الدكتور ابراهيم الشهابي رئيس مركز الجيل للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بك يا دكتور. ويمكن القمه ما بين الرئيس السيسي والبشير كانت القمه 22، وهو اول زياره رئيس ايضا للسودان في فتره رئاسته الثانيه. الزياره دي لم تقتصر فقط على العلاقة ما بين مصر والسودان، لكن شملت أيضا مجموعة من أيضا القضايا الإفريقية الأخرى. أبرز خلينا نقول التصريحات اللي حضرتك توقفت عنها وليها أيضا بعد إفريقي مهم من خلال زيارة الرئيس. يعني هو بالتأكيد طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم هي تأتي في إطار استراتيجية مصرية واضحة تجاه فتح وتوسيع العلاقات وإعادة الأمور إلى طبيعتها وإعادة المعادلة إلى طبيعتها في التعاطي مع السودان ومع دول حوض النيل، وانطلاقا منها إلى علاقات واسعة أكثر استقرارا وأكثر استدامة قائمة على أفكار التنمية المشتركة، تنمية اقتصادية كاملة ومتكاملة تقوم فيها مصر بدورها تجاه القارة واتجاه أشقائها في السودان واتجاه دول حوض النيل، وفي نفس الوقت العمل على تزويف حالات الخلافات
التي كانت في الواقع هي خلافات مصنوعة كان بيتم الزج بيها دائما إلى واجهة الأحداث من أجل الإساءة للعلاقات المصرية الإفريقية أو العلاقات المصرية السودانية بشكل أكثر تحديد. المجالات اللي كانت بترتصق مع مجمل زيارة الرئيس إلى السودان كانت متعلقة بالأساس بالملفات الاقتصادية وملفات التعاون الاقتصادي، على اعتبار أن مصر أن السودان بالنسبة لمصر هي مفتاح إلى القارة، بينما أيضا مصر بالنسبة للسودان مفتاح إلى التنمية الحقيقية نتيجة توافر كافة أشكال الخبرات المتنوعة والقدرات المصرية التي تحتاجها السودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، بالإضافة طبعا إلى النقاش المستمر وتعميق آلة التعاون فيما يتعلق بالحل الجذري لمياه النيل وتقسيم أو تقاسم الاستفادة والمنافع من المشروعات المشتركة على مياه النيل، وبالإضافة إلى تعميق وتجذير التواصل المصري السوداني فيما يتعلق به أولا سد النهضة تحديدا، بالإضافة إلى النقاش المصري السوداني المستمر حول قضايا التي تهم كلا البلدين على الصعيدين الأمني وعلى الصعيد ما زي ما حضرتك ما ذكرت، يعني ايجاد المصلحه المشتركه زي مشروع ربط الكهربائي، التلويح بعوده السكك الحديديه، مزيد من التسهيلات الامنيه ما بين البلدين ايضا وفي الانتقال وغيره، ده اعتقد بيخلق مصالح مشتركه يعني خلينا نقول تقرب وجهات النظر في القضايا الاخرى ربما تبدو الامور فيها شويه اكثر تعقيدا. بالضبط، وبيصنع الى جانب ذلك علاقات اكثر استدامه قائمه على المصالح المشتركه، قائمة على أن السودان ومصر بلدان في واقع جيوسياسي واحد، مصالحهم واحدة، ارتباطهم الجغرافي والاجتماعي والسكاني واحد، وبالتالي أعتقد أنه اتجاه مصر إلى السودان هو يعيد معادلة كانت مقلوبة في الواقع، أو يعيد تصحيح مسارات كانت خاطئة في السابق كانت تتم وكان يتم فيها يعني تأزيم العلاقات بشكل مستمر بين مصر والسودان. وأنا في اعتقادي أنه الاتجاه اللي بتتخذه الإدارة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بهذا الإطار هو اتجاه قائم على معادلة منضبطة جدا، على انفتاح حقيقي، على إزالة كل أسباب الخلاف التي كانت بعضها تصنع من داخل السودان وبعضها آخر كان يصنع إقليميا وبعضها آخر كان يراد له أن تصبح السودان على حالة خلاف مع مصر ومصر على حالة خلاف مع السودان. نعم. أعتقد أنه هناك تصور مصري لعودة العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام. السودان هي جزء رئيسي وهام وحيوي. نعم. أعتقد مش بس السودان يا فندم، لكن الرئيس تحدث يمكن كمان عن الجوار الإفريقي كله، لأنه هذه الزيارة أيضا للسودان بتأتي في وقت السودان ومصر من قبلها كان طبعا في ملف المصالحة في جنوب السودان واتفاقية تقاسم السلطة هذه الأثناء، وأيضا ملف عودة العلاقات الأريترية الإثيوبية بعد 20 سنة تقريبا من الحرب والقطيعة. وهو ده فحوى الاتجاه المصري الحقيقي تجاه إفريقيا، لأنه اتجاه متكامل لا يتوقف فقط على القضايا السياسية وإنما يمتد إلى حالة من التنمية المتوازنة، إنهاء كافة النزاعات، البدء في عملية تنمية مشتركة، وده اللي بيحقق الربط الحقيقي للمصالح بين الشعوب واللي بيخلي العلاقات أكثر استدامة، لأنه الأنماط اللي كانت بتراها إفريقيا في السابق كانت أنماط شبه استعمارية بتبقى الدول بتخش تعمل على تفكيك الشعوب وتدمير بناها التحتية وبناها الاجتماعية، وكانت بتسعى إلى خلط الأولويات لدى هذه الدول وإثارة الصراعات والنعرات. الواقع أنه مصر بترى رؤية جديدة وتقدم رؤية جديدة لإفريقيا، وهي رؤية قائمة على التنمية المشتركة، رؤية قائمة على بحث في المصالح الشعوب وتحقيقها، أن الطريق الحقيقي لحل أي خلاف هو التنمية المستدامة والتنمية الحقيقية اللي بتضمن مصالح الشعبين واللي بتعمل ربط اجتماعي واقتصادي وسياسي. وأعتقد أنه ده الطريق الأكثر عقلانية والطريق، وده جزء من تصور مصر دائما مصر بلد
بالتأكيد بناء مصر بلد حضارة، وبالتالي دي جزء من رؤيتها وجزء من شخصيتها الوطنية. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الشهابي رئيس مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا. هنروح معاكم لخبر تاني، وكنا امبارح يمكن تابعنا معاكم ايضا كانت خاصتنا وزيرة التخطيط ايضا بحديث عن مشاركة مصر في المنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، واللي بيقام السنة دي تحت عنوان التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة، بينعقد في الأمم المتحدة في نيويورك. ويمكن قلنا لكم امبارح أنه أهمية هذا المنتدى بأنه مصر خطة إصلاحها وخطتها الاقتصادية تقوم أيضا على خلينا نقول التماشي مع سياسات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والمشاركة المصرية لها دور مهم لأنه لدينا تجربة إصلاحية أشادت بها بعض الهيئات في الأمم المتحدة، ولدينا أيضا حرص أنه مصر تبرز دورها في خطتها للإصلاح، لأن ده بيعطي نوع من أنواع الشفافية وكمان الثقة الدولية. وهذا الملف بيقدم طبعا أمام العالم لتشارك الخبرات المختلفة. خلونا نتابع معكم أيضا تاني أيام المؤتمر. احنا النهاردة موجودين في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة. المنتدى ده بيبقى الهدف الأساسي منه انه الدول تتقدم بتقارير اختيارية بتعرض فيها حققت ايه في اطار اهداف التنمية المستدامة. اهداف التنمية المستدامة تم اعلانها في سنة 2015. مصر من اوائل الدول اللي كان عندها اجندة خاصة متوافقة مع اجندة التنمية المستدامة، وعملت أجندة مصر 2030 أو رؤية مصر 2030، وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية. وبعد كده الحقيقة مهم جدا أن احنا نتقدم، ودي رسالة جيدة جدا أن احنا تقدمنا في خلال الفترة اللي هي من 2016 حتى النهاردة، تقدمنا مرتين بشكل اختياري. من ضمن النهاردة احنا 47 دولة متقدمة بالتقرير الاختياري، بتقول للعالم وللمجتمع الدولي كله احنا حققنا ايه في اطار الوصول الى تحقيق الاهداف التنمية المستدامة. طبعا النهاردة عرضت التقرير على المجتمع الدولي وعلى الحضور، والحقيقة أشاد الحضور بالتقرير لأن احنا بنتكلم فيه على ما تم إنجازه. احنا بدأنا مرحلة استقرار سياسي منذ 2014، ثم تلتها مرحلة خاصة بالإصلاح الاقتصادي، عرضنا فيه كافة الجوانب اللي كانت بالإصلاح الاقتصادي، المؤشرات الاقتصادية، حققنا ايه في مجال الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه طبعا جميع الدول اللي بتمر بمراحل إصلاح اقتصادي هذا الإصلاح بيبقى له تكلفة. مصر ما هياش فريدة في هذا، مصر من ضمن الدول اللي لما تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي جاد وحقيقي بيبقى له بعض التكلفة. وبالتالي حطينا اتكلمنا على الحماية الاجتماعية لمصر قدمتها في هذا الإطار، برامج الإسكان الاجتماعي، برامج الدعم النقدي في إطار تكافل وكرامة. اتكلمنا أيضا على التقدم اللي مصر عملته في مجموعة من المجالات زي المدن الجديدة، إن في 15 مدينة جديدة مصر بتنشأها من ضمنها مدينة العالمين، مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وإن كل هذه المدن، وده اللي بيتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إن كل هذه المدن هي مدن يعني مستدامة، هي مدن خضراء بها مساحات للمشي، بها طاقة، سقوف المباني فيها بتبقى طاقة جديدة. كل ده يتوافق بشكل تام جدا مع أهداف التنمية المستدامة. كلمنا أيضا على الجهود اللي مصر قامت بيها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، القانون استراتيجية مصر في توفير الطاقة الجديدة المتجددة. والحقيقة أيضا على هامش التقرير الاختياري اللي مصر قدمته، أيضا احنا اتكلمنا على عملنا حدثين جانبيين. أحد هذه الفعاليات كانت فعالية خاصة بالاقتصاد الأخضر وتشغيل الشباب، وده الحقيقة كان أحد الفعاليات الهامة جدا اللي احنا النهاردة بنتكلم على أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وثروة كبيرة جدا من الموارد البشرية، لابد من أن احنا نحسن استغلالها، لابد أن احنا نوفر لهم فرص عمل أفضل. والحقيقة مجال الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد اللي مستدام ده بيوفر فرص
عمل أكبر للشباب، زي ما هناك التكنولوجيا والتقدم له الفوائد بتاعته التكنولوجيا المسؤولة. فكنا بنتكلم والحقيقة كان معانا نماذج من الشباب المصري الحقيقة المشاع اللي ترك انطباع رائع على جميع الحضور، ان هناك نماذج رائدة، ومهم جدا ان احنا الحقيقة يعني العالم والمجتمع الدولي يشوف هذه النماذج من الشباب الناجح اللي بدأوا مشروعات صغيرة في مصر وكبرت وبقت لها دور كبير جدا بالذات في مجالات جديدة زي مجالات الطاقة المتجددة. الحدث الثاني كان طبعا خاص بالمدن المستدامة، وكلمنا على المدن وازاي نحن نتوسع في مجال العمران وفي مجال التنمية المستدامة من خلال مدن مختلفة، وهذه المدن كلها مدن صديقة للبيئة. نحن طبعا عندنا التحديات، احد التحديات وهي زيادة معدلات النمو السكاني ب 2.5% كل عام، وبالتالي لابد ان احنا استراتيجية مصر 2030 تتكلم على زيادة مضاعفة الرقعة او المساحة اللي بيعيش عليها الافراد في خلال هذه المدة من 7% الى 13%، وبالتالي انشاء مجموعة من المدن ده بيوفر اماكن اقل كثافة، بيوفر فرص عمل. بنتكلم على ان هذه المدن كلها بتبقى فيها التنمية الشاملة، فيها جامعات، فيها مدارس، فيها مراكز ثقافية، فيها ملاعب رياضية، كل الكلام ده الحقيقة بيبقى هام جدا في هذا المجال. النقطة المهمة جدا ان احنا نتكلم عليها وهي انه الاستراتيجيات دي بتنجح ازاي. الاستراتيجيات دي من ضمن اهم اهدافها واهم المعايير ان يكون هناك ارادة سياسية، واحنا هذه الاستراتيجية تم اطلاقها من قبل السيد رئيس الجمهورية، فيها متابعة دورية من سيادته على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، فيها قدر كبير جدا من المشاركة من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني، وكان معانا ايضا مجموعة ممثلة من القطاع الخاص كلمت على ازاي ان هناك مشاركة حقيقية في كل الخطط في كل القرارات، حوار مفتوح ومستمر بيننا وبين القطاع الخاص ومن المجتمع المدني. دي من العناصر الأساسية النهاردة لنجاح هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى إشراك الشباب. احنا عندنا مجموعة من الشباب موجودين من كافة الجامعات المصرية، مجموعة ممثلة بنلتقي بيهم بشكل مستمر بحيث ان هم يبقوا جزء أساسي، هم النهاردة من أهم الفئات اللي هيطبقوا 2030، هم المستفيدين بيها وهم اللي بيطبقوها، وبالتالي بيبقى هام جدا ان هم يبقوا جزء لا يتجزأ من التحديث ومن استراتيجية 2030. ضروري جدا العالم كله يتابع ويعرف، زي ما احنا هنا في مصر برضو والخارج كله يعرف جهود الدولة، شغلنا 24 ساعة في مشاريع مختلفة خصوصا ما يخص المجال الاجتماعي، سواء من أسكان أو من محاولات لتعزيز ورفع كمان من شأن المصري. اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات صباح اون. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإسكندرية طبعا شهدت حفل تخرج قسم إدارة الأعلام لسنة 2018 بكلية الإدارة والتكنولوجيا، وإحدى طبعا كليات الأكاديمية. طبعا خلال العرض كان في مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة، وكان في أيضا حضور مهم من عدد من الشخصيات العامة والشخصيات الإعلامية الكبيرة كالإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامي أيضا علاء الكحكي وخالد عليش ومجموعة من الإعلاميين والشخصيات العامة في مصر. لكنه على هامش أيضا هذا اللقاء وما يعنينا فيه بالأساس هو وجود مشروعات متميزة جدا قدمها الطلبة فيما يتعلق أيضا بالإعلام، ورؤية مختلفة قدموا مشروعات مختلفة، صنعوا يمكن أفلام متنوعة بشكل كبير، ومنها أيضا المشروع اللي هنكلم حضراتكم عنه في هذه الفقرة وهو مشروع فستان. مشروع فستان مشروع لفيلم مختلف جدا بيقدم رؤية يمكن لإزاي يتم تشجيع خلينا نقول أي طفل أو أي موهبة إن هي تقدر تحقق ذاتها، وإنه يكون المجتمع منفتح على هذه الموهبة
وإنه يكون في دعم أسري حقيقي لهذه الموهبة من خلال قصة طبعا بنت هي كانت بتمارس الباليه، وقد تظن من اسم الفستان بأنه فستان فرحها، لكنه الحقيقة هو مش فستان فرحها. هنعرف هو فستان إيه بالظبط من طبعا ضيوفنا اللي منوريننا في الاستوديو، ندى فكري مخرجة مشروع فستان، وحبيبة أشرف أيضا مصورة مشروع فستان. أهلا بيكم، نورتونا ومبروك. صباح البنات طبعا. نورتونا وحكولنا يعني ايه فستان فرح. يعني فستان فرح اول ما حد يسمع الاسم ده بيتهيالك يا اما بتتكلمي عن حاجه انثويه بس، او ان انتوا عايزين صلاه الضوء على بنت، او فستان الفرح حتى نفسه يبقى شكله ازاي واختلاف ديزايناته، بس طلع الموضوع وراه فكره تانية. نبتدي بيك الاول، اتفضل. هو احنا حبينا ان اسم الفيلم يبقى فيه نوع من الغموض. اي حد بيسمع اسم فستان فرح فبيبقى فاكر ان قصه الفيلم فستان البنت لفرحها، بس الفكره ان هي بنت صغيره طفله حلمها ان هي تبقى باليرينا، فستانها اللي هي بتحلم بيه هو فستان الباليه، والبنت اصلا اسمها فرح، فحبينا نعمل شويه الاثنين مع بعض، فستان الباليه بفستان فرح. طب ليه ليه الفكره بناتيه طبعا، بس هي الفكره والتنفيذ، بس هي اللي وراها بقى شيء ملوش علاقه بالبنات بس ولا بالولاد بس، اللي وراها فكره ابعد من كده. ليه حبيتوا تختاروا فكره الفستان تحديدا كرمز بيلعب على فكرتين؟ يعني فستان هنا رابط ما بين فكرتين. ايوه، هو احنا مبدئيا بادئينها الفكره الاولانيه ان احنا بنقول لكل الاهالي ان لما ابنك يكون عنده موهبه معينه حاول تنميها فيه، مش لازم كل حاجه مذاكره، يعني في حاجات تانية لازم تبصوا عليها. مثلا البنت في الفيلم كانت حلمها ان هي تلعب باليه وعندها الموهبة في ده، مامتها شجعتها على الموضوع وراحت قدمت لها وكده، وبعدين في الاخر كل اصلا يعني الفيلم كله في الاخر بيطلع حلم، وهي في الاخر بتبتدي بقى تحقق لها حلمها ده، ان هي بقى جبت لها الفستان الباليه وهتبتدي بقى تحقق لها حلمها. دي اول فكرة من الفيلم. تاني حاجة احنا بدأنا نبص على ناحية الباليه، ان هو يا جماعه بصوا شويه عن الباليه، الباليه فن راقي جدا محدش مهتم بيه، وما خدناهوش كمان من الجانب اللي هو المسرح بس، احنا خدنا مسرح وخدنا كمان في الفيلم ان هم نزلت تروح الشوارع بتاعت القاهره تلف فيها كده. عندي تعقيب بس على الحته دي، ان الفن عامه اي فن مش محرابه او مكانه المسرح بس او خشبه المسرح بس، هو مكانه الدنيا كلها. يعني انت ممكن بقى تنشري فنك في اي حته، صح، من غير ما الناس تبقى مستغربه. في شوتس في الفيلم الناس بتبص لها وهي مش يعني مستغربه ان هي بترقص، وباليه اصلا مش متعارف بيه في مصر قوي، حتى لو هو من زمان فمصر معروفه طبعا بالرقص الشرقي وكده، فده كان قصدنا من كذا شوتس يعني في الفيلم. بس هل الصوره النمطيه دي يعني او الصوره الذهنيه دي لسه يعني في الاذهان؟ يمكن انتوا بتتابعوا السوشيال ميديا، كان في مشروع مؤخرا اسمه باليريناز اوف كايرو وباليرينات القاهره، وكان محاولات برضو ان يكون في صور لباليرينات في شوارع القاهره وزحمتها وصخبها وضجيجها. انتوا لسه شايفين ان احنا نظرتنا للفن شويه فيها قصور؟ فلما جينا نزلنا صورنا في الشارع احنا جبنا في الفيلم كمان رياكشنات الناس، يعني في ناس بتبص لها وهي مبسوطه واللي هو انتوا حاجه استعجبت جدا، في ناس اللي هو بصت لها بقرف انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه؟ عادي بنتي اللي نزلت في الشارع كده. بس لكن هو يعني احنا جبنا رياكشنات الناس كلها من ناحيتين، مش عارفه. بس انتوا فكرتكم عميقه شويه على سنكم، يعني احنا دلوقتي يعني احنا واحنا كبار كده دلوقتي لما بنيجي نفكر في حاجه من يعني بنفكرها بعد بقى خبرات كتير وشفنا حاجات كتير، فبتبقى فكرتك شيئا ما مكتمله. انتوا جبتوا الدماغ دي منين يعني؟ ركبتوا الافكار كده مع بعضكم كده ازاي؟ يعني عشان احنا في الجامعه بنعمل بروجكت كتير وكده، فاحنا كان يعني كان كل همنا ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده، فكره جديده ما حدش عملها قبل كده، فعشان كده بدأنا بيها. وبعدين احنا كمان بنحب الباليه قوي، فاحنا كان خاصة هي باليه صح؟ لا هي كان نفسها، كان نفسي حققت حلمك في المشروع بالظبط كده، بالظبط فعلا. وبعدين جينا كان السنة اللي فاتت كان في المسلسل بتاع نيلي كريم اللي هو الأعلى ساعه، فاللي هو طب احنا ليه ما نعملش حاجة زي كده؟ بس فقمنا جايبين بقى الفكره وبدانا ان احنا نعمل. طب انا اسالك سؤال صريح شويه، انتوا جزء اساسي من الفكره انه فكره غياب الدعم، او يعني مثلا تعرضت لنفس الموقف، مثلا عائلتي كنت بلعب رياضه معينه في ثانويه عامه مفيش رياضه،
اقعد ذاكر. انتوا واضح ان انتوا في محيطكم في نفس التجارب برضو ولا لا؟ ولا كنتوا محظوظين شويه؟ لا يعني لا كنا محظوظين بان احنا تمام بنمارس لو في هوايه او لعبه بنلعبها استمرت معايا. لكن في محيطكم بتشوفوا لسه القصص دي بتسمعوها كتير قوي يعني كتير. انت لو قعد ذاكر المذاكره اهم من اللي انت طبعا لكن احنا لو بصينا مثلا لو طب بنبص لمحمد صلاح مثلا كان مثلا. حاجه اللي هو وصل طيب. اللي هو وصل يعني بس لو في حلم بالظبط على نفسك كتير بالظبط كده. انا مبسوطه ودايما احنا بصباح وقلنا بنحب كده نسبوت لايت كده على شباب وخريجين جداد كده عندهم باور وعندهم افكار وبيحبوا يحطوا كام فكره في بعض. يعني تصوير مناطق من مصر دي بتوريك مصر وتوريك انه في عندنا اماكن حلوه قوي واحنا يمكن ما بننزلهاش كتير. عيوب مجتمع مثلا، عيوب افكار، حاجات محتاجين نغيرها، تسليط ضوء على البنات كمان ودورهم الحلو. دايما العنصر الانثوي كده كده دورهم حلو على طول بيضايقك دايما بيكونوا شطار ومنورين. نورتونا ندى وحبيبه ويا رب عقبال ما اشوف حبيبه بنتي زي كده شطوره وبتفكر ان شاء الله يا رب. نورتونا وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق ونبتدي نشوفكم زملاء بقى. اللي عايز يتفرج على الفيلم يتفرج عليه فين او بتفكر؟ هو هينزل يوتيوب يوتيوب ايه اكتبوا ايه على السوشيال ميديا؟ فستان فرح. فستان فرح. فستان فرح يا جماعه عشان طبعا الناس حابب يا جماعه اخشوا تجربه مختلفه ومتميزه وان شاء الله تنبسطوا بيه ان شاء الله. عقبال الافلام القادمه بقى ان شاء الله باذن الله. باذن الله زملاء باذن الله. نروح لفاصل فستان فرح. روح لفاصل بقى. نروح لفاصل وبعد الفاصل لسه يمكن باكوره بقى الاعلام اللي حضرتك وشايفينه معانا ده وازاي الناس ممكن تبقى مستقبلها واعد. هنروح ل قوانين الاعلام والصحافه بقى اللي طبعا اللي حضراتكم برضه هتطبق عليكم في يوم من الايام ان شاء الله او قريبا جدا. هنناقش مع حضراتكم فيها برضه بعض الجوانب بعد اقرارها ونكون معاكم ايضا في مناقشه موضوعيه بعد الفاصل. يسعد صباحكم مرة تانية وموعد فقرتنا التانية اللي فيها أسئلة كتير ما يخص الإعلام ويخصنا إحنا شخصيا بعد إقرار مجلس النواب في جلسته العامة مؤخرا بشكل نهائي مواد قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد أن وافق على جميع الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين، ووافق أيضا على عدد من الملاحظات التي طالبت بها نقابة الصحفيين. اتعرف على كل مواد القانون والمشهد الإعلامي بشكل عام بعد إقرار قانون الصحافة والإعلام. هيكون منورنا في الاستوديو الأستاذ أيمن عدلي عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام. يسعد صباحك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الدفاع أيضا بحب حضرتك زميلة أكاديمية نصر العسكرية العليا كمان لازم نشير لده من التوجه طبعا الجديد. برحب بحضرتك الاول وهبدا معاك من اقرار هذا القانون في البرلمان. الخطوه الجايه ايه؟ يروح مجلس الدوله الان بيتم مراجعته طبعا عشان يشوف لو في اي المواد قد يكون هناك طبعا تعارض مع الدستور فيها، لكنه طبعا هذا القانون كان فيه جدل كبير. في بعض النقاط الخلافيه اللي كانت اثارها بعض الصحفيين ومنهم اعضاء في النقابه او نقباء صحفيين سابقين، هل نقدر نقول ان احنا تجاوزنا بعض هذه النقاط الخلافيه؟ هو الحقيقه طبعا انت حضرتك بتتكلم على قانون هو 110 ماده في مواد مهمه جدا. يعني الماده الاولى مثلا الاعلامي ايه هو؟ لابد ان يكون مقيدا بنقابه الاعلاميين. الصحفي هو المقيد بنقابه الصحفيين. احنا لأول مرة يبقى عندنا قانون متكامل تكلم على مشهد إعلامي. الحقيقة احنا عانينا كتير من 2011 فكرة عدم وجود قانون ينظم الإعلام المصري اللي انت بتتكلم من 1934 الإذاعة المصرية، 1960 ماسبيرو، 1974 نشأة كلية الإعلام. كان في قبل 2011 كان في انضباط في المشهد الإعلامي، كان في إعلام تنموي، إعلام بيشتغل على الفكر على بناء الإنسان. بعد 2011 كم المشاكل والتحديات والصراعات اللي تمت، والحقيقه الشعب المصري بتاريخه وبعراقته وبال يعني بالانجازات اللي بتتم، احنا فوجئنا ان في بعض الاعلاميين للاسف اولا غير دارس للاعلام، يعني بيتكلم في الامن القومي بيضر بالامن القومي وهو غير دارس مفهوم الامن القومي. فكان حقيقه كان في مشكله كبيره جدا، واحنا شفنا كم عانينا من الفاظ زي ما قلت لحضراتكم. مصر تحارب دلوقتي بالعقل، تحارب بالفكر، فبالتالي هذا القانون جاء في التوقيت المناسب. هو الحقيقه تم اقراره في مجلس النواب والموافقه عليه،
وهو في انتظار موافقة السيد الرئيس حتى يعني ما يكون موجود في الجريدة الرسمية ويطبق من تاني يوم. القانون ده أستاذ حسام ده الرولز اللي عمل العمل الإعلامي الفترة اللي جاية. ده في التفاصيل الكاملة زي ما قلت لحضرتك ال 110 مادة بتتكلم من المادة الأولى لغاية المادة 110، في من المادة 49 حتى المادة 67 دي خاصة بالإعلاميين. هذا القانون يشمل طبيعة العمل الإعلامي والصحفي، هو شارح كل التفاصيل، لأن الحقيقة زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش إن أنا بلد فيها مليون مواطن مصري عندنا نسبة أمية عالية جدا إن أنا أكتب اللي على مزاجي وما ليش حد يعاقبني أو حد يقول لي لأ. نكلم نقابة الصحفيين يعني من 31 مارس 1941 في نقابة للصحفيين، مرجعية للصحفيين. الآن بقى أما نقول نقابة الإعلاميين في 2018 بتكلم أزيد من 85 سنة، نتكلم الإعلام المصري إعلام عريق علم الدنيا. فين الكرنات بتاعتنا؟ موجودة. احنا عالمين بقى ولا ايه؟ ففي نقطة مهمة جدا مع القانون ده، وهو القانون الحقيقة من الحاجات الكويسة فيه من أول مادة لآخر مادة الصحفي والإعلامي. الصحفي والإعلامي. ممكن تقول لنا أبرز النقط دي يعني اللي شايف إن الجماعة الصحفية والإعلامية حصلت عليها كمكاسب أولاً. يعني أنا طبعاً احنا استعرضنا 110 مادة كتير. بالظبط يعني أهم المواد مثلاً أنت بتتكلم على الأبواق اللي بتتكلم خارج مصر، خلي بالك أنت مش بتشتغل في أجواء عادية. أنت بتشتغل في أجواء العالم بره بيحاول يعني بث الشائعات كل مدى. أنت بتتكلم المادة الثالثة على طول بتتكلم على الحفاظ على حرية الصحفي والإعلامي، ودي نقطة مهمة جداً. البعض يتحدث أن الدولة يعني بتقيد الحريات، هي القانون هذا القانون ترك لنقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين هي المسؤولة عن الصحفي الإعلامي. يعني خلي بالك أنت كل شوية وشوف كم تكذيب الإشاعات اللي بيتم في مجلس الوزراء، كم المغالطات اللي بتتم، يقول لك لا أصل في مش عارف إيه موجود في السوق و و و وفي بعض الأخبار الحقيقة إحنا بنعملها غصب عننا بتضر بالأمن القومي المصري. وبالتالي أبرز مواد القانون إن هو أرجع المسؤولية الكاملة، المرجعية الكاملة، المحاسبة الكاملة، والمسؤولية الكاملة لنقابة الصحفيين والإعلاميين. تاني نأكد وإحنا في نقابة الإعلاميين، لجنة نقابة الإعلاميين ليس فقط المساءلة، ولكن أنا بساعدك عشان تشتغل في جو من الحرية، في جو من الإبداع، أنا بدعمك بكل ما أملك حتى عندما يكون هناك أخطاء. القانون ترك لنقابة الصحفيين والإعلاميين المساءلة. أين هي بقى التقييد على الحريات؟ أنت بتتكلم على تاني بقول لك دولة عندنا إنجازات وعندنا مشروعات وتحديات وتهديدات وعندنا مشاكل كبيرة جدا. هو في اي دوله في العالم؟ الولايات المتحده الامريكيه اللي هم بيقولوا لنا يعني اللي بتنشر الحريات عندما يخطئ صحفي في الامن القومي او في الحدود او في يتكلم على يعني ايه هدم رموز وطنيه. القانون الزم الصحفي اولا بتحار الدقه، طبعا اداله جميع الحريات. يعني ابرز الايجابيات من وجهه نظري الشخصيه ان هو اكد على حريه الصحفي والاعلامي في تناول المعلومات وتوفير المعلومات له والعمل في حريه والعمل في جو من الديمقراطيه. ولكن عندما هو ألزم كمان الوزارات والهيئات وغيرها بتقديم المعلومات والمعلومات في مكاتب لتقديم. ده مهم يا استاذ حسام الحقيقه. الاعلاميين خلي بالك انا دلوقتي عندي مشكله، انا دلوقتي لما بشتغل صحفي بغطي وزاره والاقي تاني احنا عندنا خط تاني في قطر وتركيا وايران والاماكن دي كلها، احنا عندنا تحديات كبيره جدا على المستوى الاعلامي. واحنا للاسف بيبقى في بعض الاحيان انتوا شوفوا الحادثه الاخيره اللي حصلت جنب مطار القاهره في لحظه، ده انفجار في لحظه عشان انت عندك الدول بتنظر الى مصر وانت طالع بشكل قوي جدا وطالع بتحدي كبير جدا وعندك انت بتبهر العالم كل يوم. انت عندك قوات مسلحه بتحقق انجازات في نفس التوقيت بتعمل تنميه وبتحارب الارهاب، وشوف كم كانت لمصر السبق في القضاء على الارهاب في عمل مشروعات قوميه، فانت ابهرت العالم. وبالتالي عندما يكون هناك معلومه، وتاني باكد لحضرتك السوشيال ميديا دلوقتي بقى خطير جدا، من ضمن مزايا القانون انه بقى متابعا للسوشيال ميديا. دلوقتي انا ما ينفعش ان انا يبقى عندي موقع الكتروني اقول اي كلام. لا الحاجه الثالثه ودي الاهم انا هقولها اخيرا. بس انا عشان دي برضه ما زالت محل خلاف. اتفضل. دلوقتي هذا القانون مما يوجه اليه من انتقادات، يعني طبعا في مزايا تم حسمها طبعاً. فيما يتعلق ب الحريات اولا انه خلاص تم منع اي طبعا يعني ان لا تكون جرائم النشر تابعه للحريه باي شكل من الاشكال، ما حدش صحفي هيتم حبسه او غيره وفقا للقانون الا ما يتم التحريض على الكراهيه او العنف او التمييز، ده اللي فاهمينه من القانون. طبعا لان زي ما قلت لحضرتك القانون هدفه التقريب ليس التفريق. انت بتتكلم على البناء وليس الهدم. بتتكلم على بتتكلم على ما يبقاش حد يتكلم في مشاكل دينيه او طائفيه. طبعا هو القانون الزم ده. ده مفهوم، لكنه البعض بيسوق بيه كمان اضافه ما حضرتك ذكرته عن فكره انه اصبحت انا دلوقتي لو لدي 5000 فولورز على تويتر او
او فيسبوك او غيرها ساعامل معامله الموقع الالكتروني، ولو نشرت خبر سيعامل معامله النشر الكاذب وبالتالي من حق اغلاق. هنا الناس معترضه على هذه النقطه لانه ربما يكون هناك توسيع او مفهوم فضفاض شويه في ما يتعلق بالعنف. ثانيا انت كده ممكن تعامل الشعب المصري كله انه وسيله اعلام. يعني انا لو تركت 5000 فولور دلوقتي فمن حق حضرتك تعاقبني او تقفل لي الصفحه. لا عفوا حسام، هو اقل من 5000 يعني المواقع الشخصيه والحسابات الشخصيه انت دي نقطه مهمه. انت بتتكلم طبعا من مزايا القانون، تاني من وجهه نظر الشخصيه ما البعض يراها مزايا، انا بتكلم عن الايجابيات. انت حابب تسالني عن الراي الشخصي. انت بتتكلم على فكره، اولا لاول مره يبقى عندنا متابعه للسوشيال ميديا. خلينا نتكلم بشكل اعم، اما نتكلم على القنوات التلفزيونيه، عشان انشئ قناه تلفزيونيه دلوقتي لازم يبقى عندي راس مال 50 مليون جنيه احتياطي، انا بحطهم في البنك على اساس اما اتعثر واقفل وماشي الناس. يبقى انا بالزم رسوم جديه ان انا لما بقى اعمل قناه تلفزيونيه اخباريه او عامه انا لازم يبقى معايا فوق انشاء القناه 50 مليون جنيه. والصحف 6 مليون. الصحف 6 مليون جنيه. ولو اسبوعيه 2 مليون. 2 مليون بالظبط. انت لو بتتكلم على محطه اذاعيه بتتكلم على 30 مليون. فده بالنسبه انت بتتكلم على روز تاني. خلينا نقول احنا بنبني الدوله المصريه من خلال تطبيق القانون. عشان خلي بالك يا استاذ حسام، البعض يعني فتره من الفترات اي حد معاه قرشين كان بيعمل قناه ويشتري هوا ويقول اي كلام. ويتكلم في الامن القومي، يتكلم في الارهاب، ويتكلم في كل حاجه. وبالتالي انت عندك اما يبقى عندنا سوشيال ميديا اضر بالدوله المصريه، ولو حضرتك احنا استرجعنا من بعض من 2011 كيف كان للفيسبوك وتويتر اساءات، يعني ده للتدقيق وليس للتضييق. هو انا دلوقتي اما يعني يعني تاني هنرجع نتكلم، هو ايه الفرق بين دوله ودوله؟ هو تطبيق القانون. انت طب انا هستاذن حضرتك بس عشان نقرا تصريح من سياده السفير بسام راضي عن لجنة التيسير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التي تم إقرارها خلال القمة، سوف تضم في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة. خبر عاجب بس كنا فأنا بتكلم ليه. اسأل أي حد في الشارع، أي حد غور على بلده، احنا الحمد لله احنا عندنا الوطنية عالية جداً. انت مع الفوضى اللي تمت قبل كده؟ انت بتتكلم على تطبيق القانون. يعني احنا بنقول مثلا طيب انت ما بتمشي عكسي، انت مبسوطه ما بتمشي عكسي؟ لا، احنا بنعمل تطبيق للقانون. الحقيقه احنا دفعنا الثمن، شهدائنا. تاني بفكر الساده المشاهدين وحضراتكم كيف كانت الاساءات للشهداء وللعظماء والرموز الوطنيه. انا ما يبقاش ابقى قاعد في البيت ومن خلال حساب صغير وسيء لرمز وطني دافع عن الدوله المصريه وكان يعمل من اجل الدوله المصريه. طب عشان طب معلش انا يعني لو انا هتكلم بصوت الناس، اتفضلي. كم من الصحفيين اصبحوا مذيعين؟ كتير. كويس. كم من المذيعين او خريجي الاعلام مش لاقيين لهم مكان؟ كويس. كتير. كويس. كم من الاعلاميين اقتصرت عليهم ملفات يعرفوا حاجات ومعلومات يكون مذيعين تانيين ما يعرفوش عنها حاجه؟ جميل. وكانه انحصر الاعلام في يد المذيع الفلاني والمذيع الفلاني. ده كلام جميل. وممكن يبقوا الاثنين من عيله واحده كمان. كويس. كم من الاهتمام يسقط على شخص واخرين لا؟ كويس. ده طبعا مش صح، لانه اولا انت بتفقد مصداقيتك عند الناس، تاني حاجه انت ما درستش الامن القومي المصري، تالت حاجه بيبقى عندنا مشكله اسمها السبق وليس الصح. صحيح. فانا شايف يعني احنا كلنا كاعلاميين دلوقتي احنا قاعدين والناس بتسمعنا، ده لب الموضوع، لب المشكله. قبل ما نحط قانون لازم نبقى احنا عندنا معروفه كده انه ده اعلامي، ده صحفي، ما يبقاش ماسك الناحيتين بقى، يبقى ماسك الجورنال من ناحيه وماسك القناه من ناحيه، فمحلق على وعنده مصادره وانت قاعد لا احنا هنسمع فلان لان فلان بتجيله الاخبار الاول. كويس. فلان لا اكيد هو ثقه. ما كل دي حاجات انا بخسر بيها ثقه اللي بيسمعني. طبعا. تاني حاجه بيفضل طول الوقت في سباق قنوات، فبيبقى خلاص لو احنا عارفين ان اسماء هتقول الخبر الاول يبقى احنا حسام يطلع يقول اي كلام مش مشكله، بس يبقى اسمه اخذ السبوت لايت الاول. فالقصه ان احنا محتاجين تنظيم العمل مبدئيا، وبما ان مصر وبلدنا في حاله حرب ولن تتوقف يبقى لازم كل واحد بيطلع هوا اجباري ياخد كورس او دراسه يعني ايه امن قومي مصري واحترام مفردات الدوله. كلام حضرتك مظبوط جدا، عشان كده انا قلت لحضرتك سيتغير شكل الاعلام المصري بدءا من الان. دي نقطه مهمه جدا لازم نحط الاسس، لان الاعلام المصري دلوقتي الاول النقابه، نقابه الاعلاميين هي المرجعيه الاساسيه، المرجعيه الاساسيه والمرجعيه الاولى للاعلام في مصر. يبقى اولا لن يظهر على الشاشه الا حاجتين. اولا عضوا في نقابه الاعلاميين، ده حتى القانون أكبر من يتولى رئيس قناة أو مدير برامج أن يكون مقيدا في نقابة الإعلاميين، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين، نقابة الإعلاميين المسؤولة عن
اعطاء التصريح للزملاء الصحفيين على اساس ان لا يجوز الجمع بين النقابتين المهنيتين. يبقى حضرتك بتكلميني اولا القواعد، طبعا القواعد القانون 93 لسنه 2013 ادعو حضراتكم تقرون قانون نقابه الاعلاميين في كل الديتيلز الكامله دي. لا يجوز الظهور على الشاشه الا ومين هو الاعلامي، زي ما قلت لحضرتك الماده 2 في قانون تنظيم الصحافه والاعلام الصحفي هو المقيدا بنقابه الصحفيين. عشان كده انا بقول لحضرتك دي الضوابط. زي ايه بالظبط؟ انت عملتي باب للشقه بتاعتك. خلينا نتكلم الاول في شكل الاعلام المصري مستقبلا سيتغير لان في قانون رقم 2 وده الاهم. مش هينفع اطلع اقول اي حاجه. انا الحقيقه زي ما قلت لحضرتك الاعلاميين اللي بيتكلموا في الامن القومي لابد ان يكون راح كليه الدفاع الوطني طبعا. عارف يعني ايه استراتيجيه امن قومي، عارف يعني حروب الجيل الرابع والخامس. لان تاني بقول لحضرتك انت بتشكلي وجدان المجتمع. زمان خلينا نرجع في الستينات كيف كان للبرامج والمسلسلات والاذاعه المصريه وماسبيرو هذا المبنى العريق في تشكيل وجدان المجتمع. حتى الافلام كانت بتشكل الوجدان والاغنيه الوطنيه، فين الاغنيه الوطنيه؟ وبالتالي الاعلام المصري بعد تطبيق القانون ستتغير الشكل العام. لا الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حضرتك بتتكلمي على المواطن، لا المواطن مستاء جدا ونسب المشاهده جداً. حسب الاحصاءات العلميه صحيح. الناس نفرت من الفضائيات صحيح. لان الحقيقه كلام وخلي بالك الدوله المصريه السيد الرئيس والحكومه المصريه والجيش المصري العظيم احنا محتاجين نبقى موضوعيين صح. عندنا احنا ما بنشوف فيه فساد في المجتمع، انت بتشوفي قبل الرئيس ما يروح يفتتح محافظه المنوفيه ب 24 ساعه بيتم القبض، بتشوف انت شركه المايه رئيس شركه المايه في الجيزه صحيح. وعدد من الفساد اللي تم. الدوله المصريه بتنتهج نهج جديد في البناء في حين انه لما طلعت اوامر بايقاف عدد من المذيعين والاعلاميين اللي طلعوا وصرحوا تصريحات خاطئه او يعني جابوا معلومات من عندهم كويس. وكان خاطئ ونشرت كل المواقع الالكترونيه والصحافه قرارات ايقافهم لم يتم تنفيذ هذا القرار ايضا. ليه بقى يا فندم؟ خلي بالك انت بتشتغلي في دوله زي ما قلت لحضرتك لا ننسى ان الدوله المصريه اصابها فوضى على مدار 8 سنين. انت مره صح. واحده يعني انت شفتي مطب مره واحده وانت راكبه العربيه هتقفي على ولا لا لازم؟ طبعا خلاص في مقاومه صح. في بعض المذيعين كانوا فوق القانون. خلينا نتكلم تاني بصراحه دي بلدنا ودي ارضنا وده صحيح. شعبنا صح صح. كان بعض المذيعين في لوبي وبيقول لك انا فوق القانون ومين نقابه الاعلاميين بالظبط. شوفي الان كيف يمكن لمذيع ان يقول هذا. خلي بالك نقابه الاعلام مش هدفها توقف حضرتك طبعا، بالعكس انت اولا تقويم بتعلي. خلينا نتكلم دايما على اعلاء الكلمه صح. فين الكلمات الحلوه اللي بنسمعها في البرامج بتاعتنا صح. شوفي طارق حبيب وشوفي امال فهمي وشوفي احمد فراج صحيح. وشوفي صالح مهران وعبد الوهاب قتايه والعظماء والرموز والاسماء اللي علمونا وعلموا الدنيا كلها. لان الحقيقه خلينا نتكلم بصراحه اللي يتصدر المشهد في الاعلام لابد ان يكون مؤهلا صحيح. لابد ان يكون جميلا، لابد ان يكون مثقفا، لان الدوله الوحيده اللي بصي خلينا نتكلم بكل مهنيه اتفضل. انت اهم ما يميزك القوى الناعمه المصريه اهم ما يميزك. الدول كلها عندها شعب وعندها تاريخ وعندها عراق، ولكن انت عندك الرموز. انت الدوله الوحيده في الشرق الاوسط عندك 4 نوبل. انت عبد الحليم حافظ وام كلثوم كانوا بيستروا الدوله المصريه في يوم من الايام صحيح. وكانت الحقيقه حفله ام كلثوم الامير العربي والاخ العربي وكل الدول بيقطع تذكره عشان يجي مصر. فتاني القانون والنقابه احنا هدفنا كاعلاميين مصريين نضبط المشهد لان الحقيقه تاني المشاهد المصري والمواطن المصري بيتلقى الثقافه بتاعته من خلال الوسائل الاعلام. خلينا كما يقول الدكتور عصام شرف دائما نحتاج الى نحتاج مشروع قومي تثقيفي تنويري من خلال ايه؟ الثقافة لابد ان تكون زي التحديات ليها يعني. فانت بتتكلمي على واحد اعلامي لابد ان يحترم الناس صحيح. ما ينفعش ان انا اقول الفاظ، ما ينفعش ان انا اشتم صحيح. يعني يا استاذ حسام ان انا بكرهك بالليل اطلع عليك اشاعات واتكلم. يبقى النقابة صحيح. دلوقتي حاجة بتتكلمي زمان من فترة لاننا احنا كنا في البداية ما كانش فيه قانون تنظيم الصحافة والاعلام. القانون الان يعطينا الحق يعني اولا بالاضافة الى يعني المزايا اللي هي بتتعمل من خلال الحاجات اللي يعني المصايف والحج والعمره والخدمات. الاهم من كده اعلاء الكلمه واعلاء القيم والدعم. عمليا هيتم ازاي؟ من خلال ميثاق شرف ايضا استطلاع. احنا بالفعل عملنا بص استاذ حسام خلينا نتكلم على الخطوات الواقع. حضرتك العمل. دلوقتي اولا لابد ان ومن يخلف هذا الواقع هيحصل ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي اولا احنا نعرف الاعلامي اهو الاعلامي حسب القانون 93 2016 هو واحد من خمسه يا مذيع يا مراسل يا معد يا مخرج يا اما محرر مترجم. حضرتك بتجيب لي الاوراق بتاعت حضرتك لو انطبقت انا بضمك لنقابه الاعلامي. من ينطبق عليه كلمه اعلامي هو المنضم الى نقابه الاعلاميين زي صحفي. مش في صحفيين كتار جدا صحيح. ده حتى اقول لحضرتك في القانون ده برضو من مزايا القانون ده قال لك الجريده او المجله اللي هي عايزه يعني يتوافق عليها تاخد تصريح لابد ان يكون 70% من العاملين من الرؤساء من المحررين ومديري التحرير منضمين لنقابه الصحفيين. فانت بتتكلم تعريف الاعلامي عشان حد يقول انا اعلامي لابد ان يحمل
كارنيه نقابه الاعلاميين. هذا الكارنيه بموجبه قبل ما بتاخده بتمضي على ميثاق الشرف، ميثاق الشرف الاعلامي ومدونه السلوك. وبالتالي يا استاذ حسام انت لو عندك مشكله، عندك اي حاجه انا بقف معاك. يعني النقابه مش هدفها المنع، لا طبعا هدفها المرجعيه. يعني تاني بقول خلينا نعمل مقارنه كده، اما الاعلام المصري ده اللي هو الرائد في المنطقه يبقى من سنه 1934 فوق ال 85 سنه ما عندناش مرجعيه، اما كان يبقى عندنا مشكله في الاعلام. والحقيقه كان في تحديات، وانا حقيقه احيي الاستاذ حمدي الكنيسي لانه ناضل عشرات السنين من اجل هذه النقابه واخرين. ولكن لما بتتكلم خلينا نقارن تاني، 31 مارس 1941 نقابه الصحفيين. شوفي من زمان انت بتكافئي الصحفي الشاطر وطلعتي اسماء وكانت في مقالات خدت جوائز، اما يبقى في عندنا نقابه الاعلاميين مش هدفها المنع، بالعكس انا بالاول بختارك وبعد كده بانذرك ثم كده بعد كده بحذرك، لو انت ما سمعتش كلام ببلغ المجلس الاعلى تنظيم الاعلام لانه وجهها المسؤوله عشان اتعامل مع القناه. وبالتالي الهدف الاساسي تاني الحفاظ على المجتمع المصري، اعلاء الكلمه. خلينا تاني نتكلم يا حسام كلام حلو يا استاذ اسماء، خلينا نسمع مفردات لطيفه. كم منا تاثر بيه احمد سمير ومحمود سلطان وزينب سويدان والاسماء الكبيره الحقيقه اللي كانت بتعلمنا الكلمه. واحنا زي ما قلت لكم شعب شيك وشعب عندنا حضاره، لكن واحد يطلع يقول لك ده كذا وانتم شعب كذا والفاظ، الحقيقه انا ببقى زعلان لان احنا متعلمين. والشعب المصري ده اللي نزل 30/6 ووقف ضد المؤامره الامريكيه الاسرائيليه القطريه، احنا الشعب اللي وقفنا. والاعلام المصري في 30/6 مسبيره العظيم زائد القنوات الخاصه هم دول اللي كانوا سبب اساسي في كشف مخططات الاخوان. صحيح. الاعلام المصري هو اللي اظهر انا عايز بس اسحب حاجه بسيطه لان وقتنا حضرتك ما قلته متعلق بالموضوع وما يقال الكونتنت المحتوى طبعا شيء مهم جدا في النقابه، وبالتالي وفي كل الحالات ما فيش عقوبه سالبه للحريه، وبالتالي ده انتصار بشكل او باخر. تبقى جزء بسيط خالص يهم الناس كده، ما يتعلق بالشك بالاداريات المتعلقه بالاعلاميين بحقوقهم بقى في اماكن عملهم في حال حدوث طبعا ودي جزئيه مهمه جدا دي غايبه عن المشهد. انا سامعك اهو. ما يتعلق بمثلا الاخلال بالعقود، الاخلال بتوقيع جزاءات غير مثلا منصفه بالرواتب بكل شيء. مش طرفين؟ ده هيبقى طبعًا. مسؤوليه نقابه الاعلاميين. ده سؤال انا ادعوك ان انت اقول لحضرتك انا اولا ادعوك ان انت تقرا القانون. لان القانون تاني بقول لحضرتك يا استاذ اسماء من اول ماده واحد لغايه الماده 110. تاني في حاجه اسمها حقوق وواجبات. ايوه. هي يا حسام زي اي عقد، انت مش في اي عقد عليك حقوق وواجبات. نقابه الاعلاميين هدفها الاساسي بالاضافه الى اعلاء الكلمه والقيم اولا الحفاظ على وهتلزم القنوات باحترام حقوق العاملين. طبعا يعني هو انت دلوقتي وانا مطلوب لما تغلط احاسبك وبعد كده ما يبقى عندك مشكله ما اقفش معاك. انت المرجعيه. بص نقابه الاعلاميين هدفها الاساسي الدفاع عن المهنه والاعلاميين. ده الاساس. الدفاع عنك، انت لما بتروح دلوقتي مراسل طالع شرم الشيخ تعمل حاجه انا بعمل لك التسهيلات، هتلاقي في الكارنيه ورا انا نسيت اطلعه. رجاء تسهيل المهمه اللي بيؤديها، انت اعلامي مصري. اعلامي مصري دي كلمه كبيره جدا. النقطه الثانيه انا بساعدك في المعلومات، بساعدك في دخولك المؤتمر، بساعدك في يعني انا في نقابه بساعدك في اي حاجه في الدنيا. الا بقى اذا ما يحصل منك اي خطا انا اللي بحاسبك. عشان كده انا بقول للساده اللي بيقولوا ان الدوله بتقيد الحريات، لا النقابه المهنيه المرجعيه الاساسيه. لان احنا تاني بقول لحضراتكم الاعلام لما كان بيقع في مشكله ما بيلاقيش حد. صحيح. كان زمان ايام الوزير كان الوزير بيتدخل، دلوقتي المرجعيه الاساسيه للاعلاميين للمهنه للاعلام كله في مصر هي نقابه الاعلاميين. وبالتالي يا حسام تفائل وبالعكس ان شاء الله بعد فتره بعد ان شاء الله ما نسلم لجنه التاسيس تسلم النقابه الى الجمعيه العموميه المنتخبه سيكون للاعلاميين ظهير قوي جدا، لان الحقيقه تاريخ مصر كبير واعلاميين مصر مشرفين. وخلينا نعرف كده في توقع بوقت أعلى في زمن قبل ما ارد على السؤال ده. اعلى اجر اعلامي في الدنيا هو يعني في الشرق الاوسط دوله عربيه مصري. اعلى لاعب كره في الدول العربيه والشرق الاوسط مصري. ونمي ما تقول حكايه اعلى اجر اعلامي دي ونمي ما تقول. لا لا والله علشان احنا طول الوقت على السوشيال ميديا الناس بتقعد تقول انتوا مش يعني حاسين بالغلابه وبتتكلموا وبتقبضوا ملايين ونمي بلاش. اسالك سؤال عشان ده مش حقيقي. لا بس اقسم بالله هم نفس اللي بيجي لهم المعلومات الاول. خلينا نتكلم هم اللي بياخدوا اعلى وجوه. محمد صلاح ده مش ده مدعو للفخر لنا جميعا. صحيح على راسك. خلينا نتكلم على الرموز بس خلينا نبقى واقعيين عشان انا بقول الكلام ده انا اسف قطعت حضرتك ولكن ده الواقع يا جماعه. اعلاميين متميزين دي كانت من اكتر ومن اعلى الاخطاء. بس في نقطه دي حقيقي من بس اعلى الاخطاء اقول لك عليه. خلينا نتشرف بالاعلاميين دايما. صحيح على راسنا كله. بس لا يعني لا لازم ناكد كمان على معلومه حضرتك ان احنا زي ما طول الوقت بنتكلم ان الدوله المصريه بتسعى ان هي تلم الشمل تاني ونرجع كل علاقاتنا القويه لافريقيا وللدول الجوار وان احنا ندافع عن الدول العربيه اللي حوالينا.
السياسه والاستراتيجي بتاعت دولتنا حاليا بقت مستقبليه، ولكن في الاصل هي بترجع تاني للاصل. صحيح. فزي ما بننتقد الدراما وبنقول ليه دايما الافلام بتحض على العنف وليه بيطلع كلام خارج وليه بيتحط عقوبات على اي لفظ بيحصل في الافلام والمسلسلات، كمان في الاعلام احنا كاعلاميين نفسنا متضررين ايضا طبعا. من اعلاميين يعني زملاء، ولكن هم اساتذتنا وهم على راسنا من فوق، ولكن اخطائهم ولو كانت كلمه ممكن تبقى سبب ان احنا نقعد نصلح شهر. بالظبط. شهر نقعد نصلح ورها دي الكلمه الغلط، وخصوصا طبعا زي ما حضرتك ذكرت على السوشيال ميديا. تطبيق القانون حمايه لينا، واحنا اكتر ناس بنطالب بيه، احنا بنطالب بيه عشان كمان لا انت ما تقدرش تبقى عايش فوضى. في فوضى. انت مش عارف في التراك اللي انت بتجري عليه ده فين، انت حدودك فين، مش عارف. وفي نفس الوقت واجباتك وحقوقك، اي شغلانه في الدنيا بتبقى طبعًا ملزمه بده. والاهم من ده كله ان يا رب يكون محطوط في القانون. الله يرحمه. حاجه اخيره بس، ان الضمير المهني، واحنا كلنا نبقى متفقين ان دي مهنه مسؤوليه وطنيه ومش مهنه ترفيهيه بنقبض عليها ملايين. حضرتك قلتي كلمه مهمه، انت بتشكلي قدام المجتمع ملايين يعني. الحاجه الثانيه انت بتتكلمي على بناء الانسان، يعني السيد الرئيس عندما تحدث في مجلس النواب في الولايه الثانيه تحدث عن بناء الانسان ده من فكريا وثقافيا. خلينا نتكلم تاني على الاعلام اللي بيبني الانسان من خلال الانتماء. صح. نرجع تاني وحب الوطن. صح. وتاني ما ننساش شهدائنا. صحيح. التضحيات اللي بتتم عشان الوطن، ما ننساش الحروب اللي على مصر اللي هي على السوشيال ميديا، وحروب. صحيح. حقيقة شائعات، كل شويه تلاقي شائعه طالعه، الحق مش عارف ايه، فلان مات، فلان مش عارف ايه. وبالتالي لابد ان يكون لدينا ضمير مهني، وانا اعتقد بالزبط. احنا عندنا من الرموز الوطنيه. وخلي بالك انت ما بتقول واحد مصر وبلدنا، صدقيني لو هيبيع نفسه بيعمل. صحيح. فخلي الاعلام يرفع من الهمم، وكما فعل عبد القادر حادم العظيم في 73 كان الاعلام دور في المساهمه في نجاحنا في الانتصار في 73. والله احنا نتمنى تطبيقه من بكره يا ريت، والله العظيم ان شاء الله ويطبق بحذافيره ان شاء الله يا رب كده. المجتمع كله جاهز، هيحس بالفرق. عشان تجي تبص على الهواء عايزين تكلمينا. هتيجي معايا ولا لا؟ نورتنا استاذ ايمن عدلي، عضو اللجنه التاسيسيه لنقابه الاعلاميين، عضو مجلس ايضا امناء المنتدى المصري للاعلام، و زميل اكاديميه ناصر العسكريه العليا. بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا يا فندم، نورتنا. نروح لحضراتكم الفاصل، وبعد الفاصل هنكون ايضا مع فقره اخرى. احنا في نهايه الاسبوع بنحب دايما نكلمكم عن التغذيه السليمه والصحيه، لكنه كمان في شائعات كتير طلعت الفتره اللي فاتت متعلقه ببعض الاغذيه وانواع جديده من التغذيه وبعض المأكولات وحاجات غريبه يمكن على ثقافتنا بشكل كبير جدا، واحيانا اصلا مش صحيحه. هناخد الموضوعات دي وبعض العادات الثانيه الخاطئه ونسال فيها برضو بعد الفاصل، يمكن نلاقي بعض النصايح المفيده ان شاء الله بعد الفاصل. مشروب سحري بتشربه الصبح يخسسك 10 كيلو من غير اي رياضه ومن غير اي مجهود، وتفضل عايش حياتك بنفس الشكل. الاكله الفلانيه بتمنع ظهور الدهون وبتسيح الدهون من الكرش، ازاله الكرش نهائيا في 5 ايام. كلام بنسمعه كتير وبنقراه وبنشوف لينكات على السوشيال ميديا ومقالات اتكتبت وفي مجلات اتعملت اصلا تحديدا لهذه الاكذوبه الكبيره، اللي في الاخر بنشوف كتير قوي حالات عند الدكاتره وفي المستشفيات سقطت من الدايت الغلط او الدايت الغريب. ومفيش حاجه اسمها مشروب يخسس في 10 ايام وازاله الكرش في 4 ايام. والصور اللي دايما نشوفها يجيبوا لك حد في فوتوشوب والبنطلون بقى بعيد جدا عنه. كانه انت اتخلق انسان تاني. طب فين بقيت 10 كيلو في اسبوع؟ انا والله أيوة. مره شفتها، انا دي بشوفها وبعدين يحطوا لك الميرج كده والبنطلون يبقى بعيد جدا عن الانسان. مش لوجيك يعني. في اجهزه في الجسم تانية مسؤوله عن الدهون دي راحت فين، يعني جرى له ايه الشخص ده، غير الاشاعات بقى بتاعت الرز البلاستيك والبيض البلاستيك وكلام كتير ما يخص الغذاء. دايما احنا في صباح اون بنجمع كل الكلام ده ونروح للمتخصص. احكي لنا حكايه الكلام ده، هل ده صحيح وايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش بشكل صحي وحسب ما يناسب حياتنا وانشغالاتنا طول اليوم. هيكون منورنا النهارده دكتور عماد حلمي، استشاري التغذيه وعلاج السمنه والنحافه. يسعد صباحك. اهلا بحضرتك. صباح الفل. أنا صباح الفل. اسال حضرتك سؤال بسيط، احنا كل يوم بنتعرض والويب سايتس كلها بتحط كل يوم كله عشان يعمل ترافيك كمان يحط العناوين البراقه المدهشه دي، سرعه التخسيس وانقاص الوزن باقل مجهود وفي اقل توقيت كمان. انا ازاي افرق وافهم انه اللي بيتقال ده حاجه قد تكون مهمه وحقيقيه او اي كلام،
هكس على الفاضي خلينا نقول بالتعبير الدارج. طيب قدرتي على التمييز ازاي؟ هقول لما اشوف ايه اعرف انه ده في حاجه غلط. هو مبدئيا لو لقيت حاجه مفروض انها مش منطقيه مفروض اعديها، بمعنى انا لو لقيت حاجه بتقول لي انه لو شربت ده او اكلت ده او شربت زبادي وليمون او اتعشيت بزبادي وليمون زي ما انا بسمع من كل الناس وحاجه تضحك يعني، او جنزبيل بقرفه او شاي اخضر او ميه سخنه عريق ميه نار عريق، بسمع حاجات غريبه بسمع بجد حاجات غريبه وخلي ميه وخلي تفاح بس حاجات تموت يعني، وبعدين تتوقع انك تخس، يبقى انت وانت اصلا بس هضيف معلومه يعني وانت مش عارف تخس بالاساليب الطبيعيه هتيجي ده تخسسك وبعدين برضو ما بتلاقيش نتيجه ومكمل، يبقى في حاجه غلط في يعني سيبك المعلومات دي بتعمل ترافيك، اي كلمه غريبه بتعمل ترافيك، انت بقى شغل دماغك. الكلام ده مش علمي وعبثي وخرافات للصبح. فهي القصه ايه؟ احنا عندنا استعداد فطري لتصديق الحاجات دي، مش عارف ليه. صح. عندنا استعداد نحب احنا عشان ما كلنا كسلة يعني احنا عايزين الى حد كبير يعني. عشان احنا عندنا شويه يعني ايه كسل وبنحب الاكل قوي ومفيش منطق رياضي خالص في حياتنا او مفيش نمط رياضي خالص، وهو ده فعليا عشان اخس تظبيط اكل وحركه وتظبيط ميتابوليزم اللي هو الجزء اللي في النص اللي مصر كلها ما بتتكلمش عنه وبتتجاهله تماما. في جزء كبير الامتصاص اكل، جزء كبير حركه يعني انا دايما بظبطها ايه طاقه داخله طاقه خارجه وفي النص بروسيسور اللي بيتعامل مع دي ودي. صحيح. في مصر بقى الموضوع عالي في الطاقه الداخله واطي في الطاقه الخارجه والبروسيسور فيه مشكله، يعني عندي مشكله في ثلاث حتت. انت بتشرحلنا شرحلنا بقى اوكي هقول لحضرتك حاجه، هي منظومه بسيطه او قد تكون حسابيه قد تكون نفسيه قد تكون هرمونيه حسب الموضوع. انا عندي ثلاث فروع للشبكه دي، عندي طاقه داخله الجسم وعندي الميتابوليزم الحرق اللي بيقال عليه الحرق وهو مش حرق بس بنمشيها حرق عشان دي اسهل حاجه للناس، الميتابوليزم او عمليه الايد الغذائي او التمثيل الغذائي وعمليه الطاقه الخارجه منه. احنا دايما قبل ما يعني كلنا بنبقى محتفظين بجسم مثالي لسن معين 30 اقل من كده شويه اقل من كده شويه بس وانس اتجوزنا ودخلنا في حته معينه كده بنلاقي حاجات اشكال ثانيه نفضل نرجع نبص للصور اللي في الصالون دي فبتحس ده لان عمليه الميتابوليزم نفسه بيقل لا حر. لا ما ده برضو انا عاوز اصلح المعلومه دي هي ما بتقلش خالص مع السن وده عكس برضو ما هو معلوم يعني هي كل 10 سنين العمليه دي بتقل بنسبه كل 10 سنين بتقل بنسبه 4 أو 5% ده ولا حاجه كل 10 سنين امال ايه اللي حصل اللي بيحصل ايه بقى ان انا بزود في الطاقه الداخله وانا مش شايف بفقد كتلة عضلية بسبب دايتس كتيرة بعملها، نسب دهوني بتعلى، بيبقى عندي انيميا مش شايفها، يعني انا جسمي بيفضل شغال كويس لغاية ما العوامل اللي بتأثر على الميتابوليزم تفوق، بمعنى في عوامل بسيطة قوي في عوامل معقدة جدا. في عائلات عندها ثيرويد اللي هي غدة الدرقية. تمام. دي عامل أساسي. ده واضح شوية للناس بتسمع عن الغدة الدرقية وتأثيرها على زيادة الوزن. فدي هقول إنها معروفة شوية، اللي مش معروف بقى كل اللي جاي هقوله. الأنيميا عامل اساسي في بطء الحرق وده برضو معلومه كنت تكاد من تكون مجهوله واحنا كمصريين عندنا نسبه 70% انيميا يعني اكن الانيميا اصحاب احنا بنتمشى مع بعض حتى كل لو واحد شكله ناصح او حتى لو شكلك بص الانيميا مش هتتعرف غير في المرحله المتاخره غير لما الهيموجلوبين بتاعي يقع يبقى 7 و8 ومش لا يعني برضو في معلومه برضو علميه اقول عشان اعرف انت عندك انيميا ولا لا بطلب تحليلين هيموجلوبين صوره دم كامله وحاجه اسمها مخزن حديد اللي هو الفريتين مش شرط صوره الدم الكامله تديني الصوره صحيح لازم ادخل في علامة مخزن حديد لان ساعات بتبقى واقعه وبس مسطوره بصوره هيموجلوبين شكله حلو في التحليل لكن هي مش حقيقيه فلازم عشان اعرف صوره انيميا مخزن حديد فريتين وصوره دم يبقى خلصنا من مفهوم اسمه انيميا ده سبب رئيسي كل ما للبنات اكتر طبعا البنات عندها اسباب كتير انها تفقد الدم اكتر فكل ما السن هيطلع هفقد الدم اكتر هيجي لي انيميا اكتر حرق هيقل ومحدش بيتكلم في الحته دي. تاني حاجه فيتامين دي. فيتامين مهم دي ده. اللي جدا. عمال يعني تاثير انا بقولها في كل حته في حاجه في مصر غلط في البوليوشن التلوث مانع ان احنا ناخد اشعه شمس لان عندنا شمس لطيفه جدا. ما ده السؤال عندنا شمس عندنا شمس رائعه وعاوز اقول لحضرتك حاجه يعني احنا في الخليج في السعوديه في الامارات في الكويت الدول اللي حضرتك عندها مشاكل في الجو او الرطوبه او الحاجات زي كده مفهوم انه يبقى نسبه الفيتامين د واقع احنا مش كده خالص
بس ما زال كل يعني بنسبه اقدر اقول 90% من اللي بطلب لهم فيتامين اكتر من 90% كان، بس هقول 90% والسيدات اعلى. يمكن مش من محبي يعني ظهور للشمس او تاخير، ما اعتقدش السبب، يعني انا دايما كنت بقول الستات المحجبات هيبقى عندهم عذر شويه لانهم مغطين راسهم. اللي مغطي راسه سواء شيخ قسيس ضابط اي حد مغطي راسه اي حاجه كاب يعني حطه كمان. في كاب هيبقى عندك مشكله، لكن الناس العاديه اللي في الشارع دلوقتي بشوف ناس منوره يعني وفيتامين د 5 و4 الرقم المفروض المينيمم 30 المفروض اوصل واو بين 30 ايوه. طب وتاثير بقى ان هو يبقى 5 و4 يحصل ايه؟ ده جسمك وقف برضه زيها زي الانيميا، اصل انت جسمك مش اله حاسبه، جسمك كومبلكس مصنع. فانت زي العربيه كده وفيوزات وكهرباء وحاجات كده، في فيوز بسيط قوي يوقف لك العربيه كلها مليون جنيه دي. ففي حاجات احنا مش فاهمينها، لكن هي زي ما بتحط على الكمبيوتر، احنا عارفين لما بيبقى في مثلا عيب في العربيه بتحط على الكمبيوتر اعرف العيب مثلا في الوصله دي في الوصله دي في الوصله دي او الفيوز ده. فقصه الميتابوليزم دي ما حدش بيتكلم فيها خالص، كل الموضوع اكل حرق بتنجان كلام فاضي هلس وهرتله هرتله هرتله، وفي حاجات هرتله مؤذيه بس هخلص جزء الحرق وارجع للهرتله المؤذيه. ففاضل يبقى احنا اتكلمنا في الغده الدرقيه وتاثيرها المهم، ثاني حاجه فيتامين د، ثالث حاجه الانيميا، فاضل حاجتين مهمين وبرده مجهولين. نسبه الدهون في جسمي، ودي حاجه ما حدش بيتكلم فيها، يعني ايه نسبه دهون في جسمي؟ لو نسبه دهوني في جسمي ضعف نسبه عضلاتي جسمي بيعطل. يعني لو لقيت انا حطيتك على البودي كومبوزيشن انالايزر اللي هو اجهزه تحليل مكونات الجسم، لقيت ان نسبه دهونك 40 او 50 ونسبه عضلاتك 20 او 23 او 18، انا بقول للشخص خلاص احنا عطلنا شويه. يعني ايه؟ حتى لو انت صغير في السن عندك 15 سنه 14 سنه 20، بس هي بتيجي في اعلى بتيجي في 30 سنه الحته دي، بقول له انت عملت حوالي 7 8 دايت، او بقول لها لانها غالبا تبقى ستات يعني. برضو الدايت بيعمل كده. بيعمل ايه؟ الدايت يكسر عضل. ما بيحصل احيانا، ما هو عضل يعني يسيب الفات ويكسر في العضله. اسهل حاجه في جسمي تتكسر لو انا بعمل دايت العضلة. اسهل حاجه. الدهون اصعب حاجه، فلو انا مش بادي وعارف انا بادي بيز لاين ايه عضل وايه ميه وايه دهون، يبقى انا بخسر مبدئيا كده عضل مبدئيا وش يعني مفيش هزار يعني. وكل الرجيمات اللي في السوق كلها كده فعليا، لو انا ما اهتمتش بحاجتين بنسبه بروتين متوسطه الى عاليه وانا بعمل نظام غذائي وبلعب رياضه، يبقى انا بفقد عضل وش، والعضل اللي بيروح هو العضل اللي هو بيأثر على شكلي اللي هو الكتاف والوش والظهر، بيأثر على انحنائي على قوامي على شكلي. بنحني وشي شكله بيعيا طبعا شعري بيطير كده. دي كل الناس لما تيجي تشوفها، عشان كده بقول الناس هو حسيت بس شكلك مش ما هو شكلك شاحب ما اعرفش شكلك عيان بالظبط، لان انت مش ملاحظ انه السكلتون بتاع جسمك ده تركيبه بين العضل اللي هي لو نحفت هتاثر على وشك وانت مش شايفها. انت متخيل انك عيان. مخدات دي هي مخدات بس هي عضل مؤثر في حركات معينه، حتى هتلاقي نفسك شكلك بيحصل لك كيرفتشر يعني بتنحني كل شويه وانت ماشي في الشارع، راقب نفسك حتى وانت جنب مرايه والستات طول النهار تبص على نفسها بس ما تبصش على مشيتها. بص على مشيتها، بقول الناس كلها بصوا على مشيتها لو انحنيت. لا حرام، ما هم ما لهمش ذنب، هي بتروح للدكتور وبعدين يديها دايت، فحتى لو وشها نقص وشكلها بقى مش ظريف بتقول لك هروح اعمل اي حاجه احط بوتوكس ولا اعمل اي حاجه واظبط وشي وخلاص. ماشي بص اقول لك حاجه، بس اهم حاجه خس. لا الوش حاجه والانحناء حاجه. الوش ده اغطيه احط فيلرز او لو عندي يعني ده لو عندي حته فاضيه، وابقى حاجات تانية بقى لو حدد فيه تجاعيد، لكن كيرفتشر شكل يعني رقبتي بظهري. طب دكتور لو احنا عايزين نقول للناس دلوقتي وبما ان كلامنا بقى اكتر حاجه ستات و30، عايزه ابقى هيلثي وابقى على بيز، وانا تعبت بقى من كتر الدكاتره اللي بيضحكوا عليا، او اروح او اكل رجيم قاسي او اقعد على مزايا مثلا مش عارفه اسبوع، في رجيمات كده بنسمعها مرعبه يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، فنقول لها ايه كده سمبلي؟ نقول لها ببساطه شديده جسمك محتاج كميه سعرات لا تقل في اليوم عن 900 ل 1000. لو انا اخدت اقل من كده جسمي هيبتدي يكسر عضل. قد ايه السعرات؟ لو انا ما اخدتش اقل من 1000 سعر في اليوم من 900 ل 1000. اوكي لما ابقى رياضي هحتاج اكتر من كده بكتير. خلينا نتكلم في النورمال، لو انا بتكلم بيزك، لو انا عاوز اخس اقل حاجه 1000 1100 اوكي عشان اخس، بس اقل من كده مصانع جسمي هتقف، لانه عندي انا عندي في الجسم. طب ممكن ادخل 1000 سعرات حراريه في اليوم ايه؟ اوكي هقول لك بقى السؤال ده مهم برضه. احنا عاده
ما بنهتمش بالمكون السعرات، يعني ايه عدد سعرات وخلاص. انا في رايي انا اهم من عدد سعرات التركيبه السعرات الداخليه، صحيح يعني قد ايه بروتين، قد ايه نشويات، قد ايه تمام. احنا اعتقدنا ان كل ما هزود دهون هتخن، مفهوم خاطئ 100%. مفهوم خاطئ 100%. يعني كل الناس لما تيجي تقول لي انا عايز بقى جبنه قريش، ما بقربش من الجبن، ما بقربش ما اعرفش من ايه، وبتخن مش عارف ليه، وبكرش يمكن عشان بشرب ميه وانا باكل، اللي هو اي كلام برضو، اي كلام برضو. صحيح. يعني القصه ان مفيش حاجه اسمها ميه، ميه سعراتها صفر، مفيش حاجه اسمها ميه اثناء الاكل بتاع الكرش ده. بعد يقول انا باكل بروتين بس، بس مع ذلك بيتخن و... بص الكلام مش دايما الكلام ده مش منطقي. الكلام لازم تقال صح. ما هو برضو انا هرجع للثلاث حاجات اللي قلتها في الاول، يا عندي مشكله في ثقل زياده اللي خارجه، يا اما انا بطلت رياضه، كنت رياضي وبطلت، يا اما انا رياضي وباخد طاقه مظبوطه بس عندي مشكله حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي واقفه فيها حاجه غلط وعادات بيبقى في حاجه. طب يبقى الالف سعره دي بقى يا دكتور ايه المكونات؟ المكونات علشان تبقى نسبه النشويات المفروض ما تزيدش عن 45% 40 او 45%. الباقي مناصفه بين الدهون والبروتين، مناصفه بين الدهون. بس الدهون ايه يعني؟ ما في دهون كتير زي الدهون المشبعه. في ثلاث انواع من الدهون. في دهون، في ثلاث انواع هما ترانس فات وساتيوريتد فات او الدهون في المشبعه، المشبعه والثلاثيه و... ايوه بالظبط كده. في لا الثلاثيه دي في الدم والكوليسترول، ده حاجه ثانيه. لكن اللي بتؤدي الدهون اللي بناخدها في الاكل، في حاجه اسمها ترانس فات اللي هي الدهون المتحوله. دي اللي هي بتيجي نتيجه عمليه الطهي والغلي والسوري والحاجات اللي هي قلي والحاجات اللي هي في المطاعم والحاجات دي. في حاجه اسمها ده اول نوع ترانس فات متحوله، دي احنا بنحاول نقلل نسبتها ل 3-4%، ما تعليش عن كده. اجي بعد كده انا من الأسوأ للاحسن، ترانس فات اللي هو المتحوله، ثالث حاجه ساتوريتد فات اللي هي مشبعه، دي برضو بحاول ما نزودش عن 7-8% من سعراتي. دي موجوده بقى في الجبن، في الزبده، في الحاجات زي كده. يعني ممكن اخد نسبه، عشان كده لما اجي بقول إن باكل بيض اومليت عادي إيه مش دي مشكله، باكل زبده عادي حتى مش دي مشكله. الجبن فيها جزء من الدهون المشبعه فبرضه شغال. الحاجه الدهون بقى اللي هي اللطيفه، في حاجه اسمها مونو اللي هي اللي هي احاديه التشبع، زيت زيتون وافوكادو والحاجات زي كده، ومتعدد التشبع على زيت كانولا والنخيل والحاجات زي كده. فالمكسرات من الحاجات اللطيفه لانها احاديه التشبع، زيت الزيتون. اللحمه لو فيها دهون زي دي يعني بتبقى دهون مشبعه لبسها بقى ولا ستيك وفيها. لو انت بتتكلمي عن نمط حياه صحي، انا المفروض اراقب الحاجات اللي مش صحيه مش عشان سعرات. يعني مثلا وهي دي مش صحيه؟ هي مش صحيه لانه في الاخر ده هينتهي عندي في الدم كوليسترول ودهون ثلاثيه. اوكي بس دهون ثلاثيه ليها قصه ثانيه. بس انا في الاخر عشان اوصل نمط حياه صحي، يعني ايه نمط برضه اعرفه ببساطه شديده؟ يعني ان انا ما اقعدش اقضي حياتي بين الدكاتره. ايوه طبعا دي حاجه مستفزه قوي. يعني ان انا اكل كويس واستمتع بحياتي والعب رياضه، الرياضه طبعا جزء مهم. يبقى احنا ابتدينا اول حاجه عندنا بالحياه صحيه سليمه ان احنا اول حاجه يكون يومنا فيه 1000 سعرات. ده المينيمم. المينيمم. اوكي. تركيبتهم بقى بس برضو تركيبتهم 45% نشويات ومناصفه دهون وبروتين. انا عشان اعرف ده مش حاجه سهله. ليه بقى؟ اقول لك ليه مش سهل؟ لان احنا نظن ان اغلب الاكل واضح وصريح. احنا مثلا لما اجي اقول انه الفول بنعتبره بروتين. هو اساسا نشويات وشويه بروتين، فانا ما اقدرش اقول انه بروتين مثلا. هاجي اقول بقى كلمه نشويات هكتشف ان كل الاكل نشويات. عيش، رز، مكرونه، زبادي، لحمه، لا سوري مش لحمه قوي، فيها جزء صغير، لبن، خضار، فاكهه، كل ده ينطلق تحت النشويات. فانا بقول 40 كل انواع يعني. بص احنا عشان كده ما الحته دي مش معروفه. احنا ما عندناش غير ثلاث اختيارات، يا بروتين يا دهون يا نشويات. ما هو ليس بروتين وليس دهون فهو نشويات ونريح دماغنا. صحيح. يعني احنا طول النهار اتكلم في مدارس ومحاضرات وفي التلفزيون، يجي يسالوني الفاكهه دي معادن. قلت لهم عندنا يا بروتين يا دهون يا نشويات، ما فيش غير الثلاثه. فالفاكهه والخضار واقعين من ذهننا، فاهمين ان هم حاجه كده لوحدهم. مش فاهمينهم فندخلهم نشويات بقى على طول. الفاكهه والخضار هم نشويات. هم نشويات فعليا. فاحنا لما اجي اقول نسبه دهون عشان الجسم بيقولوا الياف فايبر الياف ومعادن على فكره نوع من النشويات. يعني النشويات برضو فيها بسيط ومعقد وفيها الياف، فبرضو احنا بنصنف تحت، لكن هي في الاخر المصدر الاساسي هو. طب احنا فاضل لنا دقيقتين وانا عايزه اكمل بقيه البرنامج للناس. 1000 سعر مينيمم. بس بصي عشان برضو ما اوجعش دماغ الناس. يعني عشان لما يطلعوا مننا معلومه يعني. انا اللي عاوز اوصله بجد عشان انا شفت مهازل بجد طبعا. من ومن دكاتره للاسف، سوري ان انا اقول كده. القصه مش تجويع،
عشان اخس مش تجويع، هي اطمن ان الطاقه اللي داخله متوازنه مع الطاقه الخارجه وفي النص البروسيسور شغال. دي بقى الحته الكبيره اللي هي اللي محتاج ادخل على كمبيوتر عشان اشوف جسمي ايه اللي واقف، لانه انا في مع البروسيسور اللي هي التحليلات اللي هو الميتابوليزم اللي هو ده بقى اللي واقف عند ناس كتيره ومجوعين نفسهم على الفاضي ومش مش هيخسوا جرام وممكن يتخنوا لو قفل بقه. ده بقى الحته البوتل ناك اللي بيسموها عنق الزجاجه اللي مش مالوش دعوه بالتجويع. يعني لو عملت رياضه عنيفه والحته دي واقفه مش هتخس، لو اكلت اكل قليل والحته دي واقفه مش هتخس. يعني الموضوع معقد شويه لانه الناس مش شايفاها، لازم نمشي يعني هي علمي هي فيها اربع خمس خطوات. اخر حاجه هقولها في الحاجات اللي بتوقف الحرق حاجه اسمها مناعه الانسولين. مشهوره جدا على ناس كتير مناعه الانسولين. مناعه الانسولين يعني الانسولين بيفرز بكميه عاليه بس الريسبتورز المستقبلات ما بتستقبلوش بسهوله، فلازم يعلى في الدم كل ما باخد كميه نشويات عاليه. مشكلته بقى انه وجود الانسولين يوقف حرق الدهون، فلو عندي مناعه انسولين مش هخس برضو بسهوله. ودي انا اعرفها ازاي بقى؟ ودي بعرفها بتحليل بسيط قوي اسمه السكر التراكمي. سكر تراكمي بتزيد مناعه الانسولين عند الناس اللي عندها في عائلتها تاريخ مرضي من السكر سواء اب او ام. انا فدي انا في تحليلات بسيطه بمشي وياها بترتيب كده الجوريزم بيسموه الجوريزم بالانجليزي اللي هو بتمشي بحاجه خوارزميه او متلازمه همشي بترتيب 1 2 3 4 5 قبل ما اتكلم في الاكل قبل ما اتكلم قبل اي حاجه قبل ما اتكلم دول اظبطهم لانه انا اللي بعمله هيبقى هزار. يعني لو ما ظبطتش دي الباقي مش فارق معايا. صح. يعني في ناس كتير بقول لهم كلوا كلوا كويس قوي طالما دي شغاله، لو دي مش شغاله لا هتظبط اللي خارج واللي داخل. صح. دكتور عماد حلمي استشاري التغذيه وعلاج السمنه والنحافه نورتنا النهارده وسلطت الضوء على حاجات مهمه جدا يا جماعه احنا لازم نركز فيها ونستوعبها مهمه. التفكير في حته مختلفه. فيتامين دي نقيس الهيموجلوبين عندنا والحديد في الجسم، يعني نشوف المستقبل نفسه ده نقصه ايه، سكر تراكمي، نشوف الحديد ومخزون الحديد، ضروري ان احنا نقدر نعرف حجم الدهون بالنسبه للعضلات لو كانت الضعف هنبقى احنا برضو في مشكله كبيره قوي. كلام مهم جدا لازم نبتدي منه الاول بعدين نبتدي نشوف اللي يناسبنا في الاكل. نورتنا دكتور عماد، ثانك يو فيري ماتش. بشكرك مره ثانيه. بشكركم مشاهدينا ان شاء الله بكره نشوفكم على الف خير وصحة وسعادة. ونركز بقى انه بلاش نتابع اي طبعا كل ويب سايت الكلام ده مش حقيقي انه كيف تنقص وزنك في خمس خطوات سهلة وبسيطة والكلام طبعا ما كانش حد غلب ما كانش حد غلب صحيح. نشوفكم بكره على الف خير يا رب.